منتخبنا الوطني التونسي سيستضيف يوم الغد انطلاقا من الساعة 8 مساء منتخب غينيا الاستوائية في هذه المباراة وهذه الجولة. 6:30 مساء سيكون الموعد مع الندوة الصحفية والمؤتمر الصحفي للناخب الوطني والحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي التي ستكون في فرع رادس انطلاقا من الساعة 7:30 مساء. ستكون مفتوحة في الربع ساعة الأول للإعلاميين دون إجراء طبعا حوارات صحفية لأنه باش يسبقها المؤتمر الصحفي للناخب الوطني. والاجتماع الفني لهذه المباراة اللي كان الموعد نتاعو اليوم تقرر من خلاله وأنه منتخبنا الوطني التونسي سيخوض مباراة يوم الغد بالأزياء البيضاء بالنسبة للاعبين والزي الأخضر بالنسبة لحراس المرمى. الحصة التدريبية لمنافسة المنتخب الوطني التونسي ستكون على ملعب رادس، ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة 8 مساء موعد انطلاق المباراة يوم الغد. والمؤتمر الصحفي لمدرب غينيا الاستوائية سيكون تقريبا نصف ساعة قبل الحصة التدريبية لمنتخب غينيا الاستوائية. نذكر وأنه الفيفا اليوم في توضيح وبلاغ صادر عنه أكد وأنه اللاعب إيميليو نزوي لاعب المنتخب الغينيا الاستوائية هداف الكان الفارت، لاعب هذايا لعب في منتخب غينيا الاستوائية على مستوى الأكابر منذ سنة 2013 ووصف الفيفا 11 سنة اللي قضاها بزي غينيا الاستوائية إيميليو نزوي على أن بشكل غير قانوني، بما أنه نذكر وأنه اللاعب هذايا لعب في كل الأصناف الشابة بالنسبة للمنتخب الإسباني وتحصل معاه على مستوى الأصناف الشابة حتى على بطولة أوروبا للأمم، ثم طلب تغيير جنسيته وقع رفض الطلب هذايا حتى يتمكن من خوض المباريات على مستوى الأكابر مع منتخب غينيا الاستوائية. يعني تصوروا منذ سنة 2013 المباريات اللي خاضها منتخب غينيا الاستوائية الكل على مستوى تصفيات كأس أفريقيا، كأس العالم، المباريات الأدوار النهائية بالنسبة لكأس أفريقيا للأمم، اللاعب هذا وكان حاسم وناجع يعني على مستوى المباريات وهو هداف منتخب غينيا الاستوائية. كما قلت الفيفا قالت وأنه 11 سنة بشكل غير قانوني للاعب هذا مع منتخب غينيا الاستوائية، وبالتالي ننتظر وأنه نعرف وأنه المنتخب غينيا الاستوائية اللي تم خصم 6 نقاط من رصيده بسبب مشاركة وتشريك كذا اللاعب في المباريات الفارطة قام بطعن القرار متاع الفيفا واستأنف لدى الكناس. ننتظر طبعا قرارها اللي قد يكون بعد البلاغ اللي صادر اليوم من الفيفا غير بعيد عن قرار الفيفا، وبالتالي مشاركة اللاعب مستبعدة جدا في بقية المباريات وخاصة منها والأهم مباراة منتخبنا الوطني التونسي يوم الغد. عملية بيع التذاكر انطلقت بالنسبة لهذه المباراة وتتواصل، وأكيد حضور الجماهير المنتخب الوطني التونسي أمر مطلوب من أجل تحقيق انتصار لمنتخبنا الوطني التونسي، من أجل تدعيم رصيده على مستوى صدارة هذه المجموعة اللي تصدرها برصيد 6 نقاط.